بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الحمد لله رب العالمين. تقدم بعض الكلام على قول الله تعالى: الحمد لله رب العالمين. وقلنا إن الله سبحانه وتعالى افتتح سورة الفاتحة بقوله: الحمد لله رب العالمين، ليلفت عقل العقلاء وبصائر المتبصرين إلى مشاهدة آثار صفات الله تعالى وأسمائه في العوالم، لأن العوالم هي علامات دالة على وجود الله تعالى وعلى وحدانيته وقدرته وعلمه وحكمته وسعة قوته جل وعلا. فإذا أردت أن تعرف الله تعالى فلقد نصب لك العلامات والشواهد والآيات المرئية في هذه العوالم كلها. والعالمون جمع عالم، والعالم هو ما سوى الله سبحانه وتعالى. وتقدم معنا الكلام على عالم الماء وعالم العرش وسدرة المنتهى موجزا. وقلنا من جملة العوالم عند سدرة المنتهى جنة المأوى، وهكذا بين الله تعالى في القرآن الكريم أن هناك جنة وهناك نار تسمى جهنم، والجنة والنار هما دار الجزاء والبقاء، هما دار الجزاء ودار البقاء. فهذه الجنة هي دار الجزاء للمحسنين المؤمنين، ونسأل الله أن يجعلنا منهم. وجهنم هي دار الجزاء والبقاء للكافرين، وقد ذكرهم الله تعالى وخوفنا من عذابه ورغبنا في جنته وحببنا في جنته، وهكذا حثنا على أن نسعى إلى الجنة. قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. فلم يأمرنا أن نسير سيرا عاديا إسراعا، بل قال: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، أي تسابقوا سباقا، والسباق أقوى من الإسراع. بل قال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، أي بذلوا النفس والنفيس حتى تصلوا إلى الجنة. كل هذا يدل على عظم الجنة وعلو مكانتها واحتوائها على ألوان النعيم. والجنة فيها ألوان من النعيم: النعيم الجسماني والعقلي والعلمي والقلبي والروحي والشهود العوالم. وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هي دار ضيافة الحق في جوار رب العالمين. إذن يا إنسان، رغبك الله في الجنة، يجب أن تحبها وترغب إليها وتسعى وتسأل الله أن يسهل عليك ذلك.
وخوفك من النار، وبين لنا أن عذاب جهنم عذاب أليم، وخوف الكفار وخوف العصاة والطغاة والبغاة، فليس تخويفات من النار هي موجهة للكفر فقط، بل للفجر والطغاة والعصاة من المسلمين. ولهذا يقول سبحانه وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذه في من نزلت؟ نزلت في المسلمين الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. لم تنزل في الكفر يا إنسان، لأن الكافر يأكل مال اليتيم وغير اليتيم، ولكن حذر عباده المسلمين من أن يأكلوا مال اليتيم ظلما. قال: إنما يأكلون في بطونهم نارا، أي في القبور، وسيصلون، أي وراء ذلك يوم القيامة، وسيصلون سعيرا جهنم. إذن هذا كله تخويف للعصاة. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. وقد بين هذا عليه الصلاة والسلام، قال: يبعث قوم يوم القيامة من قبورهم تتأجج النار من أفواههم. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: ألم تر أن الله تعالى قال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، أي هم في قبورهم يأكلون لها نارا، فيبعثون والنار تتأجج من أفواههم. إذن هذا تحذير لأهل العصاة، تحذير لأهل المعاصي والظلم من عذاب الله ولو كان مسلما. وهكذا بين سبحانه وتعالى أن هناك المعاصي قد تدخل صاحبها النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. قال: وذروا ما بقي من الربا. في أول الأمر حرم الله تعالى الربا أضعافا مضاعفة. كان الربا متفشيا في الجاهلية على نسب مختلفة، في المية كذا كذا، في المية 200، في المية 300 مضاعفات. فأول ما نزل تحريم الربا تدريج، قال: لا تأكلوا الربا أضعاف مضاعفة. ثم نزلت الآية الأخيرة، قال: وذروا ما بقي من الربا، وبين: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، أي ولا في الألف نص واحد يعني، فلكم رؤوس أموالكم. وهكذا وحذر من الربا وأنذر بالعذاب الأليم. وهكذا بين أيضا عليه الصلاة والسلام أن من المسلمين المصلين قد يدخل النار بمعاصيه. جاء في صحيح مسلم وأصله في البخاري أيضا، يقول عليه الصلاة والسلام: إن الذي يأكل ويشرب بآنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، أي يوم القيامة يجرجر في بطن نار جهنم. أواني الذهب والفضة لا يستعمالها لا للرجل ولا للمرأة. أما التحلي بالذهب والفضة يجوز للمرأة لا للرجل، يا إنسان معروف الحكم. إذن هذا كله يدلك على أن عذاب الله جهنم ليس هو فقط موجه في الإنذار للكفار، بل للعصاة من المسلمين أيضا. وهكذا عذاب الله عذابه أليم، عذاب جهنم عذاب أليم. ليس هذا من باب التوهيم ولا من باب التخيل، وإنما يخوفنا الله من عذاب أليم. فلا أقول هي كل تخويفات وهي كل توهيمات، أو تقول إنه الكيابة هي كل ما هي صحيحة مثل ما هكذا تقول سميها خرافات. يا إنسان، هذا كلام رب العالمين،
ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. إنما يخوفنا الله من عذاب أليم يا إنسان، وهذا كما قال جل وعلا: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. إن الذين كفروا بآياتنا، هام معنى كفروا أي ستروا الحق وجحدوه بعدما بان وظهر، عرفوه ولم يعترفوا به، هذا معنى الكفر أي الستر. ويقال في اللغة العربية للليل كافر أي ساتر. والكفارة الذنوب ستارة للذنب ومعفية، وهكذا الكفر هو الستر أي هذا كافر. جاءته آيات الله وبلغته وبلغته الرسالات الإلهية، ولا سيما رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكتابه الباقي إلى يوم الدين، وأراه الله الآيات التكوينية، وهكذا وحرك قلبه للنظر في آيات التكوين والعقل للنظر في آيات التكوين، وإذا به يتحرك القلب ويقول في نفسه: لا بد يكون هناك خالق، هذه آيات تكوينية، السماوات والأراضي والكواكب والنجوم والشموس والأقمار والنظام انتظام وسير معين، وكلهم في فلك يسبحون، ودورات متنظمة بانتظام بدون اضطراب ولا ايش اصطدام ولا إلى آخره، وأجرام الكواكب كبيرة وأكبر من الأرض إلى آخره، وفوق أجرام أعلى وكواكب أعلى وكواكب أعلى، وأنت ماشي. إيه هذا الكون، هذا المصنع، من الصانع؟ قال ما بده الصانع، اللي قبل يشوف مرينا على معمل في الأرض، شو المعمل؟ قال معمل نسيج كبير، خيو هذا المصنع منه اللي صنعه؟ قال ما في صانع، شو ما في صانع؟ قال لا زمانه كان الأرض بعده اجت الآلات انتصبت لحالها، والدولية انتصبت لحالها، وصار الشغل لحاله اللي اجت بمعنى. اجى واحد قال له: لك لا شلون هيك؟ في هذا اخترعين، اخترعوه جماعة صنعوه ركبوه، قاعد تحكي مصنع بده صانع، الغرسة بدها غارس، المبنى بده باني، شفت هالبنى الجامع معناه عرف انه في واحد بناه بدون ما انت تتردد بداهة. قال ايه ما شفته بعيني، قل له: لك ما شفته بعينك، ولو ما شفته بعينك معناها في باني بنى، فالمبنى بده باني والمصنع بده صانع والمتحرك بده محرك والغرسة بده غارس وانت ماشي. اذا هذا مصنع كبير ماشي بانتظام، آيات أمامك مشهودة بانتظام وإحكام وأجرام كبرى عالية عظيمة، إله كل كوكب له خصوصيته، هذا من المحرك اللي عم بيحرك؟ هذه متحركات وسيارات تسير، من المسير؟ من المحرك؟ من المنظم؟ من المخترع؟ من الصانع؟ من المبدع؟ قال البشر، قل له: لك البشر ما عم يعرف إيش خصوصية هالكوكب، وما عم بصلوا لسه لهالكوكب، ما حاكوا فيها حتى هن يخلقوها، إذا هناك رب العالمين. هذه آيات التكوين، آيات التدوين، وهو القرآن الكريم جاء يبين ويبرهن ويأتي بالأدلة أن هناك ربا عظيما كبيرا. فظهر لهم الحق، قال: إن الذين كفروا بآياتنا، أي كفروا وجحدوا، وقد بان الحق وظهر ولكنهم أعرضوا، فرأوا النور وستروا النور، وعرفوا الحق فكتموا الحق وجحدوا الحق، إذن إيه جزاؤهم؟ سوف نصليهم نارا، أي لأن كفرهم بسبب كبرهم وعنادهم، والعنيد كالحديد لا تلينه إلا النار، ألقيا في جهنم كل جبار عنيد، هذه حكمة إلهية يا إنسان، سوف نصليه نارا. قال إيه النار هي خفيفة؟ قل له: لا، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. قال هذا شيء بتحمل؟ قل له: نسأل الله العافية ليذوق العذاب يا إنسان، إذا في عذاب حقيقي وعم بيدوب الجلد، ما تروح تقول وهم خيال، تروح تقول إيه الله عم وهم عباده يا رب،
إيه الله هيك عم خوفاً يعني تخويف؟ أقول له لك تخويف من حقيقة، تخويف من شيء واقعي. عم بيقول لك كلما نضجت جلودهم الكفرة يعني بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب، حتى إن الذين كانوا في الدنيا ينكرون ويقولون خيالات وسحر وأساطير الأولين والخرافات، الله تعالى يقول لهم ذوقوا مس سقر. أي حقيقة ولا كذب المسألة؟ حقيقة ولا خيال؟ أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ كنت تقولوا السحر خيال دجل كذب إلى آخره، كيف الأمر تبين؟ ولا شك حقيقة يا إنسان. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. وهل تعلموا غلظة غلظة جلد الكافر في جهنم؟ قال ما بعرف. قل له اسأل الذي عرف. لقد نبأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال نبأني العليم الخبير. ايش قال صلى الله عليه وسلم؟ قال كما في صحيح مسلم لا تقول ضعاف موضوعات كذا يا جنون، أحاديث صحيحة. قال عليه الصلاة والسلام قال ضرس الكافر في جهنم مثل جبل أحد وغلظ جلده مسيرة 3 ليال، كلما زاد كفره زاد حجمه في الجسم. قال إيه ليه؟ قل له حتى يضاين على العذاب، لأنه عذاب جهنم عذاب، عذاب جهنم دلع من دلعات جهنم بتموع الصخر، الصخر بتميعه، بتلين الحديد بتميعه، يعني إيش بيقف قدامه؟ إذن لذلك بيعطيهم نسأل الله العافية ضخامة وجسامة في الجسم حتى يذوقوا العذاب أكثر، وإلا لو كان على جسمه صغير بيدخل جهنم بمح عامله بروح. ولكن الله يريد أن يعذبهم جل وعلا، أن يذيقهم العذاب. ولذلك قال كلما نضجت جلودهم أي على غلظتها وسمكها بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. قال إيه يا أخي إيه ما بدك كل هالشيء؟ قل له ارجع كمل الآية لا تعترض على الله، الله حكيم، إن الله كان عزيزا حكيما. شو تمام الآية؟ إن الله كان عزيزا قادرا قويا حكيما، أي يضع الشيء في موضعه، حكيم ما يظلم، حكيم ما يجور جل وعلا، بل إنما يضع الشيء في موضعه، هذا الحكمة، الحكمة وضع الشيء في موضعه ليس بظالم. فهم لما بين لهم ونصب لهم العالم والآيات التكوينية وأنزل عليهم الآيات التدوينية وجاءت رسل الله وبلغوا وبينوا، ولا سيما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جاء بين كل البيان ووضح كل الإيضاحات وحل وبين وحذر وأنذر وأتى بأدلة وبراهين، وجاء بهذا القرآن المعجز، هذا القرآن المعجز الذي لا يمكن أن يكون كلام بشر بإعجازه، علما معجز في العلم، معجز في البلاغة، بالتركيب، في الأداء، وهكذا في إخبارات الغيبية في دلالة على المعلومات، إعجاز من كل الوجوه. فهم ما يستطيعون أن يأتوا مثله، ولا البشر ولا الإنس ولا الجن. إذن كلام من هذا؟ هذا كلام من ليس ببشر بل كلام رب البشر. فماذا قال رب البشر بهذا القرآن المعجز؟ قال كذا وكذا، بيّن، وجاء الرسول وبين، ورب العزة نصب الآيات حتى ترى بالعيان. قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون، قال وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق، الله حق مثل ما أنكم تنطقون. لما أنت عم تنطق حق ولا كذاب؟ أنت الآن تسمع كلامي عم أتكلم ولا كذب؟ بتكلم يا إنسان، أنت لما تحكي نطفك حق ولا كذب؟ صحيح، سحر ولا حقيقة؟ حقيقة. قال الله حق يا إنسان، هذه آياته ناطقة بأنه حق، أنت دليل على الله، أنت تنطق بأن الله حق، والسماء دليل على الله، والأرض دليل على الله،
سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى تبين لهم أنه الحق. ويقول جل وعلا: وكأين من آدم في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. بمر على آيات الله، بشوف العجائب، الكواكب، آيات السماء، آيات الأرض، آيات النفس، آيات الداخل فيك، الأحشاء والأمعاء والعقل والعصب والدماغ وما شاكل. إيه عرف الله يا إنسان؟ لا، الله بتراءى له من هون، هو بيلتفت من هون، الله بتراءى له من هون، بيلتفت. يعرضون. إذن هذا رجل عرض الحق ولا يريد أن يعترف. لما يعرضون؟ قال كبر وعناد، كبرا وعنادا. إذن ماذا جزاؤه؟ إذن جزاء جهنم معلوم، هذا لا بد منه. ولهذا يقول جل وعلا: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. فهكذا بين جزاء وفاقا، جزاء وفاقا، أي وفاق ما عمل، كل على حسب كفره، كل على حسب عمله ومعاصيه، وفاقا ما زادهم ما ظلمهم. قال: وما ظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فهم له، فالكافر هو ظلم نفسه، بان له الحق وظهر له الحق فجحد وأنكر، كفر أي ستر الحق كما قال: وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم. وجحدوا بها بالآيات أي أنكروا، ولكن استيقنت أنفسهم، أنفسهم من داخل نفسهم معترف: لا هذا الحق، وهيك لازم يكون، لكن عناما ما بيعترف. وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم. إلي جحدوا؟ قال: ظلما وعلوا، كبر، باب التكبر، باب العناد، عرفت الحق اعترف، بده ما اعترف، عناد وكبر. إذن هذا إيه جزاء الإنسان؟ إيش هذا جزاء؟ قال: إذن جهنم، نسأل الله العافية. ولهذا قال: جزاء وفاقة. إنهم أي لأنهم كانوا لا يرجون حسابا، ما يخافون من يوم الحساب. جاءت الرسل تقول: حساب آخر وجنة ونار وسؤال. قال: لا، خرافات كلها، هي مو صحيح، لا تصدق يا إنسان، إنهم كانوا لا يرجون حسابا. وقال: وكذبوا بآياتنا كذابا، كما قال كذبوا كذابا، أي وكذبوا بآياتنا وقد ظهرت لهم الحقيقة وجاءت آياتنا بالحجج والأدلة المقنعة، ولكن كذبوا كذابا لا عن دليل ولا عن حجة، مجرد تكذيب، لا مو هيك، إنكار، خرافات، أساطير إلى آخره. إذن وكذبوا بآياتنا كذابا، ما أنه كذبوا بآيات الله عن دليل أو عن حجة، لا، الدليل مع آيات الله يا إنسان. وقال: وكل شيء أحصيناه كتابا، أي فأحصى الله عليهم ما عملوه وما قالوه، وجيء بالكتاب يوم القيامة فحاكمهم بكتابهم اللي هو صدر منهم. قال: ووضع الكتاب، أي يوم القيامة، فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، أي أحصى كل شيء عمله الإنسان من صغيرة أو كبيرة. قال: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. قال لهم الحق: هذا كتابكم، هذا كتابكم اللي ألفتوه أنتم بعملكم وقولكم، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إذا كتابك الصادر عنك وأعمالك وأقوالك هي بحاكمك يا إنسان، الله ما يظلم جل وعلا. قال: وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. اللهم احفظنا وأنت خير الحافظين.
ووفقنا لما يرضيك يا مولانا. إذن الله سبحانه وتعالى خوفنا من عذاب النار، لأن عذاب النار عذاب أليم، عذاب أليم يا إنسان. ولم يدخل سبحانه وتعالى، لم يدخل الكافر النار ويعزمه إلا بعدما اعترف الكافر بذنبه وعرف أنه الله ما ظلمه، لا الله ما يظلم. ولم يدخل أهل المعاصي جهنم إلا بعدما عرفهم بمعاصيهم. فهناك أهل المعاصي الذين أصروا على المعاصي، مسلم ولكن أصر على المعاصي ومات ولم يتوب. أما إذا مات قبل أن يموت تاب الله عليه. إذا تاب العاصي قبل أن يموت تاب الله عليه. إنما التوبة على الله الذين يعملون السيئات ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. قال بعض الصحابة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتوبون من قريب، قال من تاب قبل أن يموت بيوم غفر الله تعالى له وتاب عليه. فقال الآخر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، أي في قوله يتوبون من قريب، من تاب قبل أن يموت بنصف يوم تاب الله عليه. فقال الثالث أنت سمعت هذا؟ قال أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تاب من ذنوبه قبل أن يموت بضحوة من النهار تاب الله عليه. فقال الرابع أنت سمعت هذا؟ قال نعم. قال وأنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تاب من ذنوبه قبل أن يغرغر تاب الله عليه. بس ما يصير في الغرغرة، أي ولو لحظات. إذا باب التوبة مفتوح يا إنسان، الله بقبل التوبة. أما يموت وما يتوب مشكل. فمن مات ولم يتب من معاصيه المصر هذا قد تمر عليه أهوال القبور تكفر، ما كفيت أهوال الحشر، ما كفيت الصراط، ما كفيت ولا نالت الشفاعة، لأنه ذنوب كبيرة وكثيرة ولا سيما حقوق العباد. قال هذا يدخل جهنم، هذا يدخل جهنم حتى يطهر مثل حمام، نسأل الله العافية. فالعصاة إذا دخلوا جهنم بذنوبهم ليس عذابهم كالكفار، لا يفترق الحال يا إنسان. نعم يتعذبون ويتألمون، لكن شو الفرق؟ أن العصاة يخرجون بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، بمر عليهم مراحل وزمان في جهنم كل واحد حسب ذنبه بعد بيدخل بالشفاعة. أما الكفار ما في خروج. ثم الكافر النار تصل إلى جميع ذرات جسمه وإلى حواسه وقلبه، تطلع على الأفئدة، النار تصل للفؤاد ولقلبه، نسأل الله العافية. أما المؤمن في قلبه لا إله إلا الله محمد رسول الله، فالنار لا تمس قلبه ولا تقرب مواضع السجود منه لحرمتها ومكانتها. فإذا دخل العاصي جهنم لا تقرب النار مواضع السجود ولا قلبه يا إنسان. ثم يختلفون في الشدة والمدة، عذاب الكافر أشد بما لا يقاس من عذاب العاصي في جهنم، ومدة الكافر في جهنم أبدية، أما العاصي مدة معينة. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها، من هم؟ يعني أهل كفر يعني كفار. أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، لا موت يخلصهم من العذاب ولا حياة إيش يذوقوا فيها النعيم. ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم، أي هم عصاة المسلمين
اللي استحكم فيهم الذنوب وهكذا تراكمت ودخلوا جهنم بذنوبهم، دخلوا النار بذنوبهم. قال فأماتتهم إماتة، لما دخلوا النار أماتتهم إماتة. قال أماتتهم، لا ما ماتوا، ما يموتوا يا إنسان، لا ليه؟ لأنه الموت مات، الموت بموت يوم القيامة. لما بدخل أهل النار أهل الجنة الجنة، قال عليه الصلاة والسلام يؤتى بالموت كأنه كبش أملح. هذا في البخاري ومسلم وكتب الصحاح يا إنسان، ها لا تقول شغلات وعملات في فكرات ضعيفة ومسألة خرافية، الأصحى أصحى يخشى على إيمانك، أحاديث ثابتة. يؤتى بالموت كأنه كبش أملح، فينادى يا أهل الجنة وينادى يا أهل النار، كل يرفعون وينظرون إلى هذا الكبش، فيقال لهم هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم نعرفه. من عرفوا؟ إيش هو؟ من هو هذا؟ قالوا هذا هو الموت، كلهم عرفوا هذا الكبش هو عبارة عن الموت، تمثل بصورة الكبش. قال عليه الصلاة والسلام فيضجع ويذبح، كبش الموت يضجع ويذبح. وهذا من العجائب، إنه الموت مات، الموت اللي موت الخلائق ذبح فمات. أين موت موته هذا الموت؟ هو موت، أين موت موته؟ قال موت 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 يا إنسان. فالموت أنواع والحياة أنواع، لا تدخل في هالباب، خليك على الخط يا إنسان ولا تعترض، تأكل لقط بعد، نسأل الله العافية. فقال فيضجع ويذبح، فلما ذبح الموت زاد أهل الجنة فرحا. ليه؟ قال لك خلاص نعيم، ما في موت بعده. ولما ذبح الموت زاد أهل النار ترحا، نسأل الله العافية. كان الكفار يترقبون ما بين عشية وضحاها يموتوا، وإذا ما بقى موت، الموت مات. ولذلك إذا ما معنى فأماتتهم إماتة لأهل العصاة؟ قال إماتة هو الموت المعروف، أي هؤلاء يصيبهم شيء من الخفة وهكذا وعدم الشعور بالألم الذي يشعر به الكافر. فالكفار كله تحسس وكله يقظة، أما المؤمن العاصي بسبب إيمانه بيخف عنه العذاب، ما بتحسس مثل الكافر. هذا من حيث الشدة، ومن حيث المدة مدة مؤقتة لبين ما تنجلي عنه هذا الصدى اللي هو ذنوبه، صدت له جسمه مثل الحديد، والحديد بتعرف ده صديق كتير، بده مدة طويلة لبين ما يروح الصدى في النار. وإذا كان الحديد صدى خفيف دخله طالعه عمل هيك طلع الصدى يا إنسان، وهالصدى حسب حاله. ولذلك خروج العصاة من جهنم على مراتب، يخرجون بشفاعة رسول الله. قال ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم فأماتتهم إماتة حتى إذا هذبوا ونقوا، أي طهروا من ذنوبهم، أذن في الشفاعة. قال عليه الصلاة والسلام أذن في الشفاعة، أي أذن له أن يشفع بالعصاة، فجيء بهم أي فشفع بهم فأخرجهم على مراحل، فجيء بهم ضبائر ضبائر، أي صار يخرجوا جهنم جماعات ولا جماعات، فيبثون على نهر الحياة على أبواب الجنة، عليها نهر الحياة، ويقال يا أهل الجنة أفيضوا عليهم من الماء. اللي له أخ بيعرفه، له صديق بيعرفه، له جار بيعرفه، له زلمة بيعرفه، إيه شرش عليهم مثل الحياة حتى ينمي جسمه. ليش؟ لأنهم لما خرجوا من جهنم خرجوا كالفحم المحترق، نسأل الله العافية. حتى إذا هذبوا ونقوا، أذن في الشفاعة، وأخرجوا وهم فحم، صاروا مثل الفحم، نسأل الله العافية. إذا بده كسوة لحم بقى يا إنسان، فإنهم بسوا على أنهار الجنة ورش عليهم ماء الحياة، نمت أجسامهم، إذا قيل لهم طيبتم فادخلوها خالدين. يا إنسان إيش لك بهالتعب كله؟ ومشان إيش جسمك في جهنم وتحترق وتشلوى
إن تتوب إلى الله يا إنسان لا بعيد عن المعاصي أم الكل، وإذا وقعت توب إلى الله، الله يمحو عنك الذنوب. لا تقول إيه بقى قبل ما يموت من توب، يقول له إيه منك تموت ليش أنت تعرف؟ قال ما نام قبل ما يماح يموت بدقيقة، قال إيه ثابت الله عليه، يقول له عرفني أين دقيقة هي ليش؟ الإنسان بيعرف إيه منه يموت؟ لك لا يروح يجيك الموت مرته وما إيش يكون ما تبت إلى الله. إذا يا إنسان عجب التوبة إلى الله، ولا تعرض نفسك لعذاب جهنم مصيبة الفحم، نسأل الله العافية. فهكذا عذاب جهنم يفترق ما بين العصاة وبين الكفرة، افتراق كبير يا إنسان. العصاة يأخذوا بالشفاعة، قال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري: يخرج قوم من النار بشفاعتي صلى الله عليه وسلم، فيدخلون الجنة يسمون الجهنميين، سموهم الجهنميين. ليش؟ قال حتى يزدادوا شكر لله، انه هذول كانوا جهنم صاروا في الجنة، كانوا جهنم صاروا في الجنة. وهكذا لا يعذب الله انسان في جهنم حتى يعرفه، يعرفه بذنوبه حتى الكفار. يقول جل وعلا: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين كفروا، أي كفروا ستروا الحق، ستروا الحق وقد بان لهم وعرفوه بآيات الله ودعوا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيقوا إلى جهنم حتى إذا جاءوها، أي وصلوا إليها، فتحت أبواب، هم وصلوا إلى أبواب جهنم، فتحت أبواب جهنم أمامهم بغتة. كانوا ماشيين وإذا ما شعروا إلا أبواب جهنم فتحت أمامهم. قال: هذا يكون أقوى في العذاب، وهو الشيء يأتيهم مباغتة، نسأل الله العافية. فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتيكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم؟ ما جاءتكم رسل الله وقرأوا الآيات عليكم وتلوا عليكم آيات التدوين وآيات التكوين وقالوا لكم الأدلة السماوية والأرضية والنفسية وما أنزل الله من آيات التدوين في الكتب والصحف؟ ما بلغكم هذا؟ بلغوا. ألم يأتيكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ أي ما جاءت الرسل قالوا لكم في آخرة وفي سؤال وحساب وميزان وما شاكل؟ ألم يأتكم منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: بلى، أي جاءت وبينوا ووضحوا. قالوا: بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. هم اعترفوا أنه يحق عليهم العذاب، حقت كلمة العذاب، ما بطلت ولا ظلمت ولا طغت ولا بغت، بل حقت عليهم كلمة العذاب بالحق، فاعترفوا أنهم عذبوا بحق. يا إنسان، من هم أهل الجنة؟ فألا تنصب نفسك مدافع عن أهل الجنة وتقول إيه لا ما له حق يتعذبون، إيه بيكون ظلم؟ قلوا لك هن اعترفوا، إيه أنت على إيش عم دافع عنهم بالباطل؟ نسأل الله العافية. إيه انت فهمان ليش اكثر ما هن قالوا حقت كلمة العذاب على الكافرين، انت بتقول لا ما هو حق هذا الظلم، نسأل الله العافية. عم تتهم الله بالظلم وبتكذب الله وبتكذب نفس اهل جهنم اللي دخلوا جهنم اللي هن تعذبوا، إيه انت بتعذب اكثر من الكل، اذا نسأل الله العافية. معناه انت سبقتهم في الظلم يا انسان. يا انسان لا تتهم الله بالظلم، الله ما هو ظالم، وما ربك بظلام للعبيد، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها
فبئس مثوى المتكبرين، أي تكبرتم بعدما عرفتم وعاندتم وجحدتم بعدما بان لكم الحق، إذن جزاؤكم العزل. ونسأل الله العافية، ونعوذ بالله من عذاب الله، ونعوذ بالله من غضب الله، ونعوذ بالله من العناد. ونسأل الله أن يجعلنا من أتباع رسول الله، من الذين قال فيهم: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. وسيق الذين اتقوا ربهم، أي امتثلوا أوامره واجتنبوا ما نهى عنه، هذه التقوى. التقوى توقي، توقع عذاب الله. بإيدي توقع النار، لما بتتوقع النار بإيدي تأخذ بأسباب وقاية، تتوقع حر الشمس بالشمسية يسموها، هي اسمها وقاية. من أن يتوقع عذاب جهنم بإيش من أن يتوقع؟ إيش نجيب؟ قال بجيب شمسية. قلت لا، ما في لك شيء. التوقي من النار بوقاية امتثال الأمر اجتناب النهي. فالوقاية هي أن تمتثل ما أمر تجتنب ما نهى، هذه التقوى هي الوقاية من العذاب. فالتقوى وقاية. وسيق الذين اتقوا ربهم، أي اتقوا عذاب ربهم وغضبه، بأن امتثلوا ما أمر واجتنبوا ما نهى الله عنه، ها معنى تقوى. وليش من التقوى؟ قال: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، أي جماعات جماعات، صفوف صفوف، وهكذا الصديق مع الصديق، والشهيد مع الشهيد، والصالح مع الصالح، كل واحد على في زمرته. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة. فأول زمرة على صوت القمر، ثاني زمرة قال على صوت الكواكب النيرة الكبيرة. هكذا وجوه المؤمنين هكذا بصير في الآخرة نيرة. يا إنسان على صوت القمر، القمر بده شمس تسفيط النور عليه وتعكس النور عليه. هالأقمار منين عم تسمد أنوارها تستفيد؟ قال: من الشمس المحمدية صلى الله عليه وسلم. واللي صلقت فالشمس المحمدية تشرق نورها على أقمار وعلى الكواكب، فتنجلي في وجوههم، فيدخلون الجنة على صوت القمر وصوت الكواكب. وأما هو رسول الله فنوره أعلى وأعظم وأبهى وأبهى وأبهى. وهكذا عليه الصلاة والسلام قال: لا يبولون ولا يدفنون ولا يتغوطون. أهل الجنة في الجنة كلهم نظافة، كلهم ذوق، لا في مخاط، لا في سعلة، لا في وخم، لا 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 لا، ما في لا في بول ولا غائط. إنما رشح يفسح أجسامهم رشح المسك، أكل والماء رشح مسك، هكذا شأنهم. يا إنسان على قلب رجل واحد، كل أهل الجنة على قلب واحد، على خلق واحد، ما في خلاف، أقوالهم طيبة مع بعضهم، سلاما سلاما، ما في سب، ما في شتم، ما في غيبة، ما في كذب، ما في نميمة، ما في حقد، ما في حسد. هذه جنة الله إذا كانت الحياة هكذا، هي الجنة حسا. وهذه الجنة فيها اجتماعك برسول الله، وفيها رؤيتك لله، وفيها سماعك كلام الله من الله، وفيها تجليات الله، وفيها وفيها. ونسأل الله الجنة. قال: زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. هناك الكفار إذا جاءوا فتحت، ما في واو، يعني لما جاءوا فتحت بغتة. أما هنا قال وفتحت، أي والحال قد فتحت قبل أن يجيئوا، فتحت لهم من قبل وفتحت أبوابها. من الذي فتح لها لهم؟ قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد أمامهم وهو سابقهم، ففتح لهم باب الجنة وأدخلهم من ورائه، فجاءوها وقد فتحت الأبواب. قال عليه الصلاة والسلام: آتي باب الجنة فأستفتح،
يوم القيامة، فيقول الخازن من؟ فأقول محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك. الله أوحى إليه يا خازن الجنة رضوان، رئيس الخزنة يعني، إياك وإياك أن تفتح لأحد قبل محمد صلى الله عليه وسلم. ما بتفتح إلا الفاتح، ولذلك يتحقق من؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. خلاص هو بيعرف أن هالسيدة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هكذا مأمور حتى يظهر الفضل ويظهر فضل المقام يا إنسان، ويعلن ويعلم. ولهذا جاء في الحديث كما في الدارمي والترمذي، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على الصحابة، فقبل أن يصل إليهم وهم جلوس سمعهم يتحدثون، قال بعضهم عجبا إن الله اتخذ إبراهيم خليلا، قال الآخر اتخذ موسى كليما، قال الآخر وعيسى روح من الله وكلمته، وهكذا. قال فجاء إليهم صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر وآل مصطفاه الله، فقال لهم عليه الصلاة والسلام سمعت كلامكم وعجبكم، نعم إن الله اتخذ إبراهيم خليلا، أي هذا مقام كبير، وكلم موسى تكليما أي عظيم وهو كذلك، قال وعيسى كلمة الله ألقاها إلى مريم وهو كذلك، قال وآدم اصطفاه الله وهو كذلك، أي مقامات كبيرة. قال ألا انتبهوا وفهموا، يعني ألا للتنبيه، فهموا إيش بقى مقامه هو صلى الله عليه وسلم. قال ألا وأنا حبيب الله ولا فخر، أي أنا مقامي فوق الكل، هو الحبيب الأول، الحبيب المقرر فوق كل محب ومحبوب، حبيب فوق مقام الخليل. ألا وأنا حبيب الله ولا فخر، ألا وأنا حامل لواء الحمل تحته يوم القيامة آلم فمن دونه ولا فخر، أي تحت لواء كل الأنبياء آلم فمن دونه. قال وأنا أكرم الأولين والآخرين على ربي ولا فخر، وأنا أول من يحرك حلق الجنة، يأتي فيأخذ بحلق الجنة، حلق جمع حلقة، يقال حلقات وحلق جمع حلقة، حلقة الباب يعني، أول من يحرك حلق الجنة فيفتح لي فأدخلها وأدخل معي فقراء المؤمنين. هو أول من يحرك حلق الجنة بيفتحه، وبيدخل من أراه صلى الله عليه وسلم يا إنسان، فهو الفاتح وهو الذي يدخل وراءه، وهو يدخل وراءه صلى الله عليه وسلم الأمة. ولهذا في الحديث إن الله حرم على الجنة، حرم على الجنة أن تأكلها الأنبياء حتى أدخلها، ما أرسل النبي يدخل أو سيدنا محمد الجنة، وحرم على الجنة أن تدخلها الأمم حتى تدخلها أمتي، وهم جعلنا منهم. وهكذا هو صلى الله عليه وسلم، هو يفتحها ويدخل. ولهذا جاء في الحديث حديث الشفاعة، قال فيأتونني يوم القيامة يقولون لي يا محمد صلى الله عليه وسلم أنت رسول الله، أنت خاتم الأنبياء، اشفع لنا عند ربك. بعد ما داروا على الرسل الأنبياء انتهوا إلى رسول الله، المحط عنده والحوالي عليه والإحالة عليه كلهم حولوا عليه، الأنبياء حالت إليه، فجاءوا فقال أنا لها أنا لها. قال فأذهب فأستأذن على ربي فيأذن لي، فإذا رأيته وقعت له ساجدا فيدعوني ما شاء الله. قال يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه ما لم يفتح على أحد قبلي، يفيض عليه علوم بالأسماء الإلهية والمحامد الإلهية والتوحيد والثناء على الله والثناء والثناء حتى يستعقب ويستضي رب العالمين. قال فيقال لي يا محمد ارفع رأسك،
صلى الله عليه وسلم ارفع راسه فيقول لي يا محمد ارفع راسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع. قال فأقول يا رب أمتي يا رب أمتي يا رب أمتي. بعد ما رشع في العموم العامة أهل موطن بيشمع في الأمة فيقول يا رب أمتي يا رب أمتي يا رب أمتي. اللهم اجعلنا من خواص أمته المتبعة المحبة له. قال فيقول لي يا محمد صلى الله عليه وسلم أدخل من أمتك من لا حساب عليه، أي من لا حساب عليه من أمتك أدخله من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب اللي ما في عليه حساب وهم 70,000 يعني واللي هم تحكوا فيهم. قال له ندخلهم من باب الثامن أبواب الجنة مع وجودهم ودخولهم في الأبواب الباقية 7، أي هم يدخلون من أبواب 7 مع الناس وإلهم مدخل من باب الثامن مختصين به. قال شلون يعني كل أبواب الجنة بيدخلوا؟ قال له إيه واللي بيدخلوا هون وهون وهون تشوفوا في هالباب وفي هالباب وفي هالباب في الأبواب 8. قال خيو هي ما تدخل بعد اللي بعالك ما تدخل بعد انت هالعالك هيك قدو عالك هيك قدو الحاصل بس لا تقيس هذاك العالم على عقلك انت فمعقولاتك بتحيط ببعض الشغلات الان المحيط فيك انت ولكن ما حط بكل شيء علما يا انسان. قال وننشئكم فيما لا تعلمون نشأة غير النشأة والحال غير الحال وكيفية غير الكيفية وانت هنا وهنا وهناك لك عدة وجودات متعددة في العوالم يا انسان هذا له بحث معين لا تدخل فيه على هذا الباب يا انسان. سلم واسلم تكون اذا شيء ما تعرفه قول سلمنا وخلصنا ما جاء ما ورد في الحديث عن الصادق الامين صلى الله عليه وسلم. ادخل من لا حساب عليه من امتك الباب الايمن وهم شركاء الناس. من هم؟ قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده انما بين المصراعين من الباب اي الفرتين عرض الباب كما بين مكة وبصر الشام. يا انسان واضافة كبيرة من هؤلاء؟ قال كما في مسند احمد واصله في الصحيحين اصله في الصحيحين والرواية المسند هام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما للصحابة إن الله أعطاني أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. هؤلاء 70,000 لهم صفات معينة الحاصل. قال فقام سيدنا عمر قال يا رسول الله هل استزدته؟ أي ما طلب منه الزيادة. قال استزدته فأعطاني مع كل 70,000. قال عمر قلت يا رسول الله هل استزدته؟ قال استزدته فأعطاني مع كل 70,000. قال فهل استزدته؟ قال استزدته فأعطاني 3 حسيات من حسيات ربي أي حفنات ربانية بحفنة بخل الجنة يا إنسان. هذا لمن؟ لأم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا لأم سيدنا محمد يا إنسان عليه أفضل الصلاة والسلام تكريما له وحبا فيه وتشريف لمقامه أعطاه هذه العطايا ولذلك قال أعطاني أي تكريما لرسول الله صلى الله عليه وسلم فالحسيات من حسيات رب العالمين جل وعلا. ولهذا أهل الجنة كما ورد في الحديث 120 صفا 80 من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لكن كل صف لا يعلم عده إلا الله. 80 صف أمة سيدنا محمد يا إنسان والبقية بقية الأمم. فهذه أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لها فضلها عند الله لها كرامتها على الله لأن رسولها أكرم الأولين والآخرين على الله وأحب حبيبا إلى الله فلهم منه بسببه إكرام من الله ما نالته الأمم السابقة
ولذلك يا إنسان تشكر الله على هذه النعمة، وعليه فضل الله عليك يا إنسان، وعليه فضل الله عليك من جهات: أولا جعلك مؤمنا وبين لك فضل المؤمن، وبين لك سوء الكافر في القرآن الكريم، وهذه جهنم الكافر وهذه الجنة، وقارن بينهما، بذكر الجنة بذكر النار، بذكر الجنة بذكر النار. قال ليش؟ قل له معلوم حتى تفهم، حتى تحمد الله على نعمة الإيمان. وهذا لابد كما تقرأه الآن بتمر على آيات الجنة وآيات النار، وإذا بك تحمد الله أنت مؤمن وترجو أنك من أهل الجنة، لك رجاء كبير وتخاف من النار. لابد يجي عليك يوم في الأمر كمان، هذا لابد تراها الآن تقرأها وتسمعها، بده يجي عليك يوم في الأمر أنت في قبرك، هذا كما في الصحيحين، فيقال له، يفتح للمؤمن هكذا إلى الآخر، يقال له: يا هذا انظر إلى مقعدك من النار، فيرى جهنم، نسأل الله العافية، ويرى يا لطيف شيء لا يطاق. يقال له: أبدلك الله به مقعدا من الجنة. ليش قالوا له؟ قال حتى يزداد شكر لله، انه لو ما كان مؤمن كان مصيره هالمقعد المعروف اللي هو فيه ما فيه من العذاب، بيفتحوا له مع بعض المقعد الى الجنة، طريق للجنة، يصيب هناك الروح والريحان والتردد والاشتهاء والرمحات واللمحات الى اخره. وهذا يكون في الامر يا انسان، ولما بدخل الكافر جهنم والمؤمن الجنة كمان نفس الشيء، وإذا به هذا المؤمن يقال له لما يدخل الجنة: انظر إلى مقعدك من النار، لولا أنك آمنت لقد أبدلك الله مقعد من الجنة. ويقال للكافر في جهنم وهو عم يشرح: انظر إلى مقعدك من الجنة، لو كنت آمنت أبدلك الله بمقعد من النار لأنك كفرت. فيراهما جميعا. يا إنسان لما الله تعالى قارن الجنة بالنار وأهل الجنة بأهل النار وبين، حتى يزداد المؤمن شكرا ويزداد الكافر خسرا، نسأل الله العافية. فاشكر الله على نعمة الإيمان، وأنك أنظر أن الله تعالى جعلك من أمة سيد الأنام، من خير أمة وأفضل أمة على الله، فعليك أن تعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تتعشق بمحبته، تكثر من الصلاة عليه، وترجو من الله أن يوفقك لاتباعه والاتصال به صلى الله عليه وسلم، وتسأل الله شفاعته ومرافقته. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في جميع العوالم وفي أعلى الجنة جنة الخلد. وسيد تمام هذا إن شاء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد
أجمعين. اللهم صل على سيدنا.